السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء الخاص. بداية أحييكم أينما كنتم، وكما تعلمون إن الكلمة التي تصدر عنا إنما هي لتحقيق حق ولإيضاح رسالة ومفهوم، والبعد عن الأقاويل وما يمكن أن يطرأ على بال الإنسان في حالات كثيرة. حقيقة الأمر، أولا وقبل كل شيء أود أن أشكر الأخ الشيخ محمد قناوي لأنه سمح لي بأن أكون في موقع برنامجه حديث الروح الذي يبث الآن، مشكورا جزاه الله الخير، لأن ما سنقدمه بإذن الله فيه الخير وفيه توضيح صورة من شأنها أن تزيل اللبس الذي طرأ على الموضوع بكامله. لن أقول ما هو الموضوع، ولن أتحدث عن الموضوع، ولن أدلي بدلوي فيما يخص الموضوع إلا بعد أن أشاهد وإياكم هذا التقرير الذي سينقلنا من أرض حقيقة لا أدري ماذا أصفها. هل أصفها الادعاءات؟ هل أصفها بالقصديات؟ هل أصفها بالتطاول ربما؟ هل أصفها بعدم الفهم ربما؟ لن أصفها بشيء، لكني أدع ذلك لضميركم بعد أن تشاهدوا هذا التقرير الآن. الناس تأتي لزيارة المزار وزيارة موقعة معركة مؤتة، ومن ثم زيارة ضريح سيدنا جعفر ابن أبي طالب. ولكل شعوب عادات، حتى عندنا في الأردن يوجد ناس صوفية، بالنسبة لنا احنا السنة ناس سلفية، ناس كالعامة عاديين، منهم من يقرأ الفاتحة، منهم من يدعي، ونحن لسنا بوكلاء الله سبحانه وتعالى في الأرض. فيأتوا هؤلاء الناس كل حسب طقوسه يزورون مقام سيدنا جعفر ابن أبي طالب، لكن لم يلاحظ منهم أي إساءة إلى سكان المنطقة أو إلى معتقداتنا الدينية، بل على العكس يعني جلبوا لنا السياحة الدينية وعملوا حركة في البلد، و أصبحت المزار على الخارطة السياحية في الأردن بل على المستوى العالم الإسلامي. الفيلا حرقت عن بكرة أبيها كاملة، يعني مع الأسف حتى جزء من الحريق والسلب والنهب تم بوجود الشرطة. لم يتبقى بالفيلا شيء، الأثاث كله كاملا حرق، حتى الأسلاك سرقت، حتى ريديترات التدفئة نهبت. يعني كان إشي فظيع جدا اللي حدث في الفيلا. المبنى المجاور اللي هو السكن اللي كنت أنا قائم عليه